ولاد عيون حلوين رقصني انا دلعني انا حبيبتك انا بس هي مين والنبي يا كبير هات لنا قناة الدوامة دراما. واه ما شايفنيش عم اتفرج على التلفزيون ولا ايه؟ معلش والنبي يا كبير اصل زمن التمثيلية جات. تمثيلية ايه دي؟ تمثيلية سجوم على الشوال. بتاعت الجواسيس؟ ايوه هي دي يا كبير. بنت ما انت شايفاها هي دي 300 مرة قبل كده. واه يا كبير دي تمثيلية وطنية يعني لازم كل متاج نشوفها. لا مش لازم ولا حاجة. مش لازم كيف يا كبير؟ مش احنا كل سنة يوم 6 اكتوبر بنتفرج على فيلم الطريق الى ايلات والرصاصة لساتها في جيبي وابناء الصمت بيجيبوا الافلام دي ليه؟ عشان افلام وطنية يبقى لازم نتفرج عليها. مش ناقص خوته انا متابع البرنامج ده. ده برنامج طبيخ يا كبير هو انت بتخش المطبخ من اساسه؟ والنهارده هيكشف عن سر عجينة الكرواسون. طب معلش والنبي يا كبير الحلقة دي وخلاص. مش معنى يعني الحلقة دي؟ قص الحلقة دي اللي فيها الأستاذ عادل إمام لما بيعرف إن الست جوجو بتشتغل مع مين؟ مع المخابرات المصرية وبعدين بتحط له الورقة في جيبه اللي بعتها له مين؟ الرئيس زكريا وبعدين هو بيخش يقراها فين؟ في الحمام. لا إله إلا الله ما أنت متنيلة حافظ الحلقة عايزة تشوفيها ليه؟ بس بحبها قوية كبير. لا ما فيش تمثيلية يعني ما فيش تمثيلية. والله ده ظلم. جزرة وقطبة جحش. يلا تقلبي يلا تقلبي حضري لنا حاجة نتطفعوها. ماشي. على طريقتي الشيف شيربيني. الله يقل مزاجك يا هدي. الواحد كان مفرفش ويتفرج على هيفا يا عم تتلوه رجع لقي هاني شاكر عم ينهار. هاتي لي حب الصلاة يا بنت. كبير كويس جدا انك هنا. انا بقى عايز اسالك سؤالين في السريع. انت البعيد ما عندوش دم قاعد باكل وقاعد قاعده حميميه مع مرتي. اهدى يا كبير ما انا هقعد اكل معاكوا برضه واتكلم ما فيهاش حاجه يعني. ما بعرفش اكل واتكلم في وقت واحد. طب بص هما سؤالين بس عشان خاطري سؤالين وخلاص. اثنين اسال ها. اوكي يا كبير انت عندك كام عامل شغال في الارض؟ انت جاي تنق عليا قد انت؟ لا يا كبير انا بعمل بحث عن علاقة رأس مال بين الفرد والمؤسسة والعلاقة دي لخص 100 عامل ها هايل جدا. طب وبتدي كل واحد فيهم بقى كام في الشهر؟ وايه دخل دي برأس المال والهيصة اللي بتحكي فيها دي؟ الله ازاي يدخلهم؟ احنا لو عرفنا متوسط دخل الفرد هنقدر نعرف متوسط دخل العمال. كفاية لت وعجن الوكل هيبرد. 25 اثنين في الشهر و7 اثنين ونص يوماتي. حلو قوي. طب واليوم نسبة في الربح السنوي قد ايه بقى؟ ليه فتح سبيلي ياك. يعني دخلهم السنة بيبقى مرتب بس تفتكر الناس كده يبقى مبسوطين يا كبير؟ وهيحبوا يديهم معدولة ومقلوبة وش وظهر يعني. طب يا كبير ما بتفكرش انك مثلا فرق علام فرق علام اتفضل. ايوه يا كبير بس انت فهمت عارفك ده اتفضل. اوكي بون ابيتي. الواد ده خوفني ما عندوش احساس ممكن يطلع لي في الحمام. هو بيسألك الأسئلة الكتير دي ليه يا كبير؟ تلقيه بيحكحك كده عاوز يشتغل معاي. شغل ايه؟ هو احنا تلامذة؟ الموضوع ده فيه إني إنك إيه؟ انت مش واخد بالك يا كبير ده عمال يسألك الناس عاملة ايه؟ مبسوطة ولا لا؟ بتاخد كام؟ فيه ايه يعني؟ فيه ايه كيف؟ ده بالظبط زي اللي حصل في المسلسل بتاع سجوم على الشوال. تاني هتقولي جمعة الشوال؟ اسمع بس يا كبير فاكر لما الاستاذ مصطفى فهمي كان بيقول للاستاذ عادل امام يا جمعه عايزين نعرف الناس في مصر عاملين ايه بيطبخوا ايه بياكلوا ايه ليه عاد عشان يعرف الحاله اللي البلد فيها يقوم يخطط ويتجسس صح. يا ولي انت المسلسلات واكل دماغك والمفتش كرومبو والحاجات دي ليه يا كبير؟ ده عيل امريكاني ولايف على اخوك وجاي حاطط لنا هنا في الدوار ولا نعرف له لا اصل ولا فصل وعمال يسال في اسئله غريبه كده اقطع دراعي ان الواد ده وراه حاجه غلط. يعني انت عايزه تقولي ان الواد طومس ده جاسوس ويضحك علينا طول الفتره دي؟ ايوه. طب ما الاستاذ محمود عبد العزيز بذات نفسه في رأفت الهجان قاعد في اسرائيل يا جميت حلقه ومحدش كان عارف انه جاسوس مصري حتى كانوا بيحبوه اكتر من اهل البلد كمان. وجهة نظر برضك يا بنت.
سي توماس، سي توماس. ايوه يا هدرس. 30 صورة بالتمام والكمال زي ما طلبت. برافو عليك يا هدرس. بقول لك ايه؟ عدي عليا بالليل عشان تاخد الميموري كارد عشان تطبع بقية الصور. ما تنساش تجيب لي الرجالة اللي قلت لك عليهم. ايوه الرجالة. اقول لهم انت عايزهم ليه بالظبط؟ اقول لهم ان انا عايز اسألهم شوية أسئلة بسيطة. من عينيا يا سي توماس. شفت؟ مش قلت لك يا كبير؟ توماس ما تيجي اغلبك ماتش. لا معلش سيبني شويه. ايه؟ سيبني شويه مش فضيله. انا نفسي افهم الهري اللي انت عمال تهريه ده والحارت اللي عمال تحرته ده ليه؟ الهري ده كله عشان في الاخر اخد شهاده السي اف اي. يا فرحه امك بيك، يا فرحه امك بيك وانت داخل عليها بالسي اف اي. يعني ايه سي اف اي؟ هتعمل بيها ايه دي؟ علشان انت ثقافتك محدوده مش هتفهم ابدا ان السي اف اي دي لو اتحطت في السي في بتاعي هتفرق معايا جدا في الشغل. يعني بوزيشن جامد، مرتب اعلى. طيب عشان اوفر عليك وقتك وعمرك اللي بروح حضر ده، انا مش في نيتي خالص اني ارقيك، زائد انه فرشور مش هزودك ولا مليم. ده اذا ما كنتش هنقصك. ليه بقى؟ لان انا الوحيد اللي فاقسك، صاحبك من زمان، عارف امكانياتك وسقفك فين واخرك ايه. بص بقى، تاخد نسكافيه، تاخد سي اف اي، مش هديك حاجه. جوني، السي اف اي دي مش عشانك انت، السي اف اي دي عشان ممكن اشتغل بيها في اي حته في العالم. لا ريلي يا فرحه امك بيك. طب ما تنساش بقى يا توماس شغلتك الحقيقيه يا حبيبي. عاوزك النهارده بالليل قبل ما تنام ترتب كل الدي في ديز بتاعتي، الرعب لوحده، الاكشن لوحده، المسلسلات التركي لوحدها. قبل ما تنام يا توماس يا اما هخصم منك اسبوع. كل عيش يا حبيبي. معايا سي اف اي، ربنا هيكرمني يبقى معايا سي اف اي وابقى مميز. انا توماس. إن هيبقى مرار طافح. شفت يا كبير؟ فيه ايه؟ شفت التصوير اللي مصورها توماس؟ جبتيهم منين دول؟ لقيته نسيهم على الترابيزه تحت، خدتهم وشفتهم. لقيته مصور كل حته في البلد، اراضي، جوامع، بيوت. الخ الخ الخ. كانه معاكي حق يا بت. الواد توماس ده يطلع جاسوس ولا ايه؟ مش قلت لك يا كبير؟ طب هنعمله ايه دلوقتي؟ نروح نبلغ عليه. بلغ عليه مين؟ المخابرات المصرية. تتجنيتي يا بت. ما تخافش يا كبير، انت تروح تقول لهم على كل حاجة وهم هيتصرفوا بمعرفتهم. طب قدري توماس طلع ما جاسوسش ولا حاجة وكل الكلام ده خرافات. نبقى احنا بلغنا وعملنا اللي علينا. معرفش يا دي، انا قلبي ما مطمنش الموضوع البليغ ده.
يعني هنعرف انه جاسوس ونسبوه كده؟ ايه يا كبير؟ انت مش وطني ولا ايه؟ لا وطني، بس بصراحة كده انا خايف اخوي جون يكون متورط مع طومس ده. اقول لك عندي فكرة، ايه رأيك اسأله الاول اقول له جوني خد تعال هنا، انت متورط مع طومس ولا ايه؟ ايه رأيك؟ غلط يا كبير، اكده كأنك بتحذرهم انك تعرف كل حاجة، وساعتها هيخفوا كل الأدلة وهيهربوا بعمايلهم. انت تروح تبلغ وبعدين نبقى نشوف موضوع اخوك جوني ده. يا دي جوني لو طلع ملطوط مع طومس الموضوع مش هيبقى هين، دي لا جنحة ولا جناية، دي خيانة عظمى، يعني حبل المشنق عدل، وأنا اللي حبقى وزيت على أخوي. أخوك؟ والله مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اقعد. ازيك يا كبير؟ باه تعرفني؟ اه طبعا. خير يا سيدي؟ يعني سؤال الأول بس، يعني قبل ما أدخل في الموضوع، اسم حضرتك لفت نظري، هو حضرتك تقرب للأستاذ؟ أيوة أنا اسمي محسن ممتاز، ابن اللواء محسن ممتاز. بتعرفة الهجان صح؟ تمام. ابن أصول والله، أنا معجب بابوك جدا جدا جدا، ده ياما طلع من تحت يده جواسيس ومخبرين وعملاء، هو ليه ما بيعملش مسرح؟ هو مقل شوية في أعماله. المهم أنت كنت جاي تبلغ عن إيه بالظبط؟ يعني إيه؟ الحقيقة يعني ما كنتش بتوقع انها قابل حضرتك، يعني هو يعني كان بلاغ صغير. شوف يا كبير، القضية الكبيرة بتيجي دايما من بلاغ صغير. ياه انا قشعرت، يعني فعلا هذا الشبل من ذاك الاسد. ها تشرب ايه بقى يا كبير؟ لا الواجب وصل وخلاص. لا لازم تشرب حاجة، انا عن نفسي هاخد شاي، اجيب لك شاي معايا اذا كان يعني لازما ولا بد. شاي اتنين شاي يا محمد. ها كنت جاي تبلغ عن ايه بالظبط؟ اهدى هنتكلم هنا، مش هنطلع على جهاز كشف الكذب الاول؟ لا كذب ايه يا راجل، انت هتكذب من اولها ولا ايه؟ والله العظيم ثلاثه ما في حاجه كلها كذب. وانت لسه قلت حاجه؟ معلش الرهبه بتاعت المكان بتاعت حضرتك يعني. لا انا عايزك تهدى وتاخد راحتك على الاخر، كانك في الدوار بتاعكم بالظبط وبتكلم واحد صاحبك. العفو يا باشا العفو. لا خد راحتك. ها كنت جاي تبلغ عن ايه بالظبط؟ جاسوس عندي في الدوار. انا عايزك تهدى وتركز وتحكي لي الموضوع ده بالتفصيل الممل ومن أوله. شوف يا محسن بيه، من يجي كم شهر كده طلع لي أخ أمريكاني وجه قاعد معي في الدوار. جوني مش كده؟ أنا ما مستعجب شيء، مخابرات عاد. المهم جوني ده ما جاش لحاله، جه ومعاه تنين أشلي وتومس. لا أنا أقوم أروح، أنت عارفين كل حاجة. لا كمل، أحب أسمع منك. أنا شاكك إن توماس ده جاسوس. وإيه اللي حسسك إن توماس ده جاسوس؟ عمال يصور كل حتة في البلد ويسأل الناس أسئلة غريبة. غريبة إزاي؟ وضح أكتر. يعني عمال نسألهم يعني بياكلوا إيه؟ بيشربوا إيه؟ فرحانين ولا ما فرحانينش؟ وبعدين كمل. في الأول أنا افتكرت طبع فيه، يعني عادي إنسان فضولي، لحد ما جماعتنا قالت لي لا ده نفس السيناريو اللي حصل مع جمعة الشوال مع الرئيس زكريا. طبعا حضرتك عارفهم يعني هم والوالد يعني زملاء. انت شكلك متابع. بقول لك بيك فان. المهم في حاجه تانية عايز تقولها؟
بصراحة كده أنا خايف ليكون الواد توماس جاري الرز جوني معاه. هو جوني ده صحيح يعني واد السفزازي ولسانه معوج بس قلب أبيض وفي النهاية أخوي برضك. لما أنت خايف على أخوك جاي تبلغ ليه؟ عشان مصر. مصر يا محسن بيه، مصر اللي أغلى من عيلتي كلاتها. لو كل الناس زيك كده يا كبير كانت اتغيرت حاجات كتير في البلد. مصر محتاجة الوطنيين اللي زيك يا كبير. عايزك تهدى وتتمالك أعصابك. اقعد شوف بقى، انا عايزك تحط عينك على توماس ده وما تشيلهاش لحظه واحده، ولو حسيت باي حاجه اي حاجه مهما كانت صغيره تبلغني فورا. انت هتكون الراجل بتاعنا في الدوار، واحنا من جانبنا هنعمل تحرياتنا. هبعت لك 2 رجاله من رجالتنا هتتعرف عليهم عن طريق كلمه سر. ويا ترى هي ايه كلمه السر دي؟ اروح ادور تقوم ردد عليهم وقايل لهم على نفسي. تمام، هو ده. بعد ما تتعرف عليهم تدخلهم الدوار وتسهل لهم مأموريتهم، وهنكون دايما معاك على اتصال. مش هوصيك يا كبير، لو حد شم خبر عن الموضوع دوت العمليه كلها تتعرض للفشل. ما تخافش يا محسن بيه، اطمن. ده الكارت بتاعي، يبقى اتصل بيا في اي وقت. شرفت يا كبير. شرف لي يا محسن بيه. السلام عليكم. صح، يعني في سؤال بس ما تزعلش مني. يعني اول ما قعدت مع حضرتك يعني طلبت لنا 2 شاي وانا رفضت، وقعدت تتسر وانا جاي من سفر وراكب قطر وعرقان وعندي هبوط. خلاص مش عايز حاجه. لو عايز تقعد تشرب الشاي اقعد. لا خلاص، يعني انا اعدي اخذ اي حاجه من انذرن وانا ماشي. السلام عليكم. حاجه اخيره يعني حضرتك وانت مروح بالليل البيت لما تقابل محسن بيه الحقيقي ابوك يعني سلم لي عليه وقل له الكبير بيحبك قوي قوي وعايز اي صوره كارت عامل فيها كده. عينيا، المره الجايه هجيب لك كارت وعليه امضاء من امضاءاته. هو عنده امضاءات كتير؟ ايوه حويط. السلام عليكم. تشرفت يا كبير. يا هلا الله اللي هنا يا اخوانا. نعم، احنا عمال التكييف وجايين عشان الصيانه الدوريه. ربنا يسهل لك. الفريون 10 على 10، ما عايزينش. مش انت الكبير؟ ايوه. أروح أدور على نفسي. يا مرحب نورت يا مشواح. شوات ايه ونيلة ايه؟ اتصرف بطبيعية، احنا عمال تكييف عاديين. اتصرف بطبيعية. يلا يا دكتور، هو يدك الثانية مريح ده شغال. يلا بنتي عدي، الجماعة وصلوا يا بنت. يا مرحب بالمشوات. بس ايه يا ابويا السياح ده؟ من فرحتنا بيكم يا بيه. مش محسن بيه قال لك ان الموضوع ده سر بينك وبينه بس؟ ازاي تقول لمراتك؟ ما هو قال لك وقال للراجل ده. ما هو طبعا لازم يقول لنا، مش شغالين معاه. تفضح روحك، تصرف بطبيعيه. ايه خلاص يا بنت خلاص، دول عمال التكييف يعني تاني يصلحوا التكييف وبيصرفوا بطبيعيه. هو فين؟ الجاسوس هناك في الاوضه هناك. طب حد يخرجه بسرعة عشان نعرف نشوف شغلنا. يا توماس أيوة يا كبير. كنت أقول لك عايزك في موضوع مهم. لا معلش يا كبير، أصل أنا عندي شغل في الأوضة هخلصه وأنزل لك على طول. ياد خد ياد، بقول لك ياد موضوع مهم ياد، حياة وموت. أوكي. خد بالك بيقول لك شغل. خلاص. جواسيس. شوفوا
عاوزكم تكشفوا على كل الأوض، شوفوا التكييفات وتصلحوها. تبدأوا بالأوضة دي، دي أوضة توماس. لا يا كبير، أنا التكييف عندي تمام. معلش، خلي الناس تشوف شغلها، ولا أنت خايف يلقوا حاجة كده ولا كده؟ أنا بقول لك مفيش حاجة، وبعدين أنا أوضتي بصراحة بايظة ومتبعترة، وكل أوراقي المهمة ومستنداتي مرمية على الأرض، وأنا بصراحة مش عايز تبوظ أكتر ما هي بايظة، وبعدين أنا لو التكييف بايظ أنا هصلحه على حسابي. وعلى إيه التكاليف؟ على إيه؟ ما الناس ها؟ يا كبير أنا مش عايز حد يخش أوضتي. لا هيخشوا، ولا أنت خايف يمسكوا عليك حاجة؟ خلاص يا كبير، خلاص، سيبه براحته. إذا أنت شايف كده ماشي، شوف، هتعدي على كل الأوض إلا الأوضة دي. دي بتاعت توماس ها؟ ها؟ دي اللي فيها ال ها؟ هتلاقي حتى بالاماره اكرتها محترسه شوي. تمام، احنا هنشوف اللي منفحرسها دي وهنظبطها. حاضر. شكرين يا كبير. ربنا معاكم. ايه يا كبير؟ ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ انا كنت عايزك في موضوع. مش انت نزلني من فوق عشان عايزني في موضوع؟ موضوع الحيوي الموت. ايوه. ده موضوع حيوي. تعال تعال تعال. اقعد اقعد. لا 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 اقوم من هناك. قوم مكشوفه دي. مكشوفه ايه؟ غريب جدا. في ايه؟ هي الاوضه اللي في الوش دي. شكرين يا ستي. العفو. ايه تاني؟ خلوا بالكم اللي يكون داسس حاجه هنه ولا هناك ولا هناك ده جاسوس خطر. أنا مش عارف أقولك إيه عن المعلومة. ما تروشيناش يا ستي. ربنا معاكم ويحميكم لشبابكم ويخليكم لمصر. الله المستجاب يا أمه. ممكن نشوف شغلنا؟ تفضل. يا ريتني كنت معاهم. ها طمني، عامل إيه في أبحاثك المريبة دي والمستندات والحاجات اللي بتعملها فوق دي؟ والله كبير شغال فيها بس جت تعبان قوي. الله يقويك. طب ايه؟ ايه الاسئله اللي كنت عايز تسالها لي؟ ولا انت ما حبكش تسالني الا لما اكون في الحمام او باكل؟ لا ما خلاص، كل المعلومات اللي انا عايزها عرفتها. عرفت كيف؟ سالت الناس من اللي شغالين عندك وشويه ملاك من اللي حواليك. موبايلي فين؟ موبايلي فوق، انا هطلع اجيبه واجي لك على طول. اخشى عياد اقعد، ما نكسرش خبطه الدماغ، كل رناتك طويله ومايصه، اقعد. كبير انا مستني مكالمه من بره. من اسرائيل ها؟ ايه؟ من اصحابك يعني من بره. لا انا مستني مكالمه مهمه من ناس مهمين. اهم مني اياك. لا اسمعني زين. قمت انا عملت ايه عاد؟ جبت التنين قدامي، قلت للاولاني انت حركت له الزرع هو سمم لك البهايم يبقى خلاص خلصين. قال لا لازم ناخذ بالتار اقتل له بهايمه روح اقصد روح. قلت له هذا والزرع ده ايه؟ ما هو روح يا لوح. قال لي لا ما يتحركش. شوف 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 العقليه. على فكره ناس كثير بتتلخبط في الموضوع ده. يعني مثلا الطبق ده جماد ما فيهوش روح. الجزمه اسم الله على مقامه ما فيهاش روح. المكوه مش روح. كنزات الحاجه الساقعه مش روح. طرابيزه البلياردو مش روح. القصب مش روح. وقعت في الفخ وقعت في الفخ. القصب ده ايه؟ ما هو نبات. انت مش مركز معايا، اقول لك من الاول. لا لا خلاص يا كبير، انت مثبتني جنبك بقالك اكتر من تلت ساعه بتتكلم كلام مش فاهم منه كلمه. يا ما تستنى هذا اكمل الحكايه، العبره بالنهايه. لا حكايه ايه؟ طب اقول لك انا هطلع الحمام واجي لك على طول. استنى يا عادي انت رايح فين؟ عيني صغيره ما عرفت امسك روحك. اقعد الموضوع مهم. اقعد يد على يد. خلاص بقى يا كبير مش قادر بطني بتوجعني. تعال يا اقول لك ولد يا خدت اقول لك يا هو انا هاكلك. اقعد بقى. تعال ولا ولا ولا. طب الباب ده فيه روح ولا ما فيهوش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيه احنا خلاص خلصنا والتكييفات كلها تمام. مسكت عليه حاجه دليل. المكتب عندنا هيكلمك ويبلغك بالحساب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلموا لي على الباشا. إيه على مدير الشركه. مدير الشركه ادخل. التقرير بتاع توماس وصل يا فندم.
ايوه يا كبير. احسن بيها، طمني، مسكت الادله؟ الناس ما لقتش حاجه في اوضه توماس ولا على الكمبيوتر بتاعه، والتحريات اللي عندنا بتقول ان نضيف نظافه الصيني بعد غسيله. ايه الكلام ده يا كبير؟ زي ما بقول لك كده، فتشوا اوضته وما لقيوش فيها اي حاجه. يعني توماس ما طلعش جاسوس؟ هو محسن بيه سابها لي عاقله، يعني قال لي احتمال يكون جاسوس بس واخذ احتياطاته، هم يكملوا تحرياتهم. وقال لي كبير خلي عينك عليه، ولو شفت اي حركه كده ولا كده كلمني طوالي. اوه شفت طلع جاسوس. بوه مالك يا ولي عم تحرك وتفرك عشان تطلع اي جاسوس وخلاص؟ شندلتي بالي الله يشندلك، محمل عليك مخدره. اقطع ذراعي ان الموضوع ده فيه اني سي توماس. يا سي توماس لا 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 يا سي توماس. ايه يا انت والفوازير الرخيصه اللي عم تعملها دي؟ صباح الخير يا كبير. صباح الزف. اللي هو فين سي توماس؟ عاوز ليه؟ اصل داله دواء مهم ضدي وانا جاي اجيبه له. فيه الدواء ده؟ ما خبرش والله يا كبير، اصل هو يوماتي موصيني اعدي على مكتب البوسطه واول ما ادي الدواء ده اجيبه له. دل هات الدواء ده. ايوه بس سي توماس موصيني اديله الدواء ده بنفسي. اكيد ما سمعتش صح. اكيد. ثانيه واحده، قولك ده تاني. اقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه. قلت ايه يا ايه؟ والله ما قلت حاجه. لا قلت. والخاتمه الشريفه ما قلت حاجه. قلت يا ايه؟ والله ما قلت حاجه. قلت والله يا ما قلت حاجه. يدوم عزك يا ابني وتعيش وتجيب. قلت لي خليك واقف مطرحك. جمعة كنت فين؟ شغلتني عليك. انتي هدية. ايه قفشت الواد هدرس جايب الجواب ده لتوماس وقال لي انه كان موصيه انه اول ما يجي الجواب ده يجي له طوالي. شفت يا كبير مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ واحنا اتنين فتحنا ولا شفنا فيه ايه؟ بدام مسروع عليه كده يبقى الجواب ده مهم قوي، اكيد جايله من البيت الكبير. البيت الكبير؟ ايوه القيادة العليا. تقول لي عليا وسفلى وتعمل لي فيها تيسير فهمي. طب هات الجواب بس الاول نفتحه من غير ما يعرف ونشوف فيه ايه. وحتفتحيه كيف من غير ما يعرف؟ عيب عليك يا كبير. يا بنت اللعيبة. يا دي الخيبة، الجواب كلها مكتوب بالانجليزي مش حنفهمه منه ولا كلمه. وانت فكرك يعني ان اللي مكتوب ده هو الجواب الحقيقي؟ ده يبقى شغلة لمزه، اكيد الكلام اللي جايله مش حنشوفه عادي كده. امال هنشوفه كيف يا كرومبو؟ عن طريق نظارات الثري دي؟ ده اكيد مكتوب بالحبر السري. بوه وده هنقروه كيف؟ بسيطه، هات شيل البراد. شيل البراد. ايه ايه تير هتعمل ايه؟ أنا بس حشمم الجواب النار قوم الحبر السري يظهر على طول. يا كبير ما حد عرف. لا أنت فتحت الجواب أنا اللي حشممه النار. أوه. ها صح. فكرك لو شممت النار الكلام اللي هيظهر هيظهر بالعربي ولا بالإنجليزي برضك؟ ما هتفرقش يا كبير، ما هو لو فيه كلام بان يبقى أكيد جاسوس. بقرة بقرة. بسم الله. خلي بالك مفيش حاجة بتظهر. قرب شوي. خلي بالك يا كبير. ما تخافيش ما تخافيش، شميم النار دي حرفة، ده غير انه يتطلب سنس. ايه اللي عملته ده يا كبير؟ غصب عني انسان يعني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع يا ولية، كيف ما حركت الجواب تصلحي غلطتك، فاضي انه شغل النسوان دي. ميكي بالعربي يا معلم مريب اموت، تصدق دونالد داك مسمينه بطوط؟ ايه ده؟ وضرب بوم وتراخ وطاخ. خلاص يا جوني لو مش عاجبك ما تقراهاش. لا لا انا يعني هبطل اقرا الكلام، اتفرج على الصور هفهم الستوري. ايه الفرق ده كله؟ ما تطلع تشتغل فوق في الاوضه. لا مش هينفع، السيجنال فوق وحشه جدا، هنا احسن بكتير. يا توماس. ايوه دي. فيه جواب جالك كده وانا حطيته لك في الترابيزه اللي وراك دي. ايه ده بجد؟ ده من السي اف اي يا معلم. بجد؟
السي اي ايه؟ ايه ده؟ هو الجواب محروق كده ليه؟ اكيد من الحر يا معلم. ايه ده يعني يتحرق الجواب من النص ومحطوط في ظرف، الظرف ما يتحرقش. سو وات؟ فين المعجزه في الموضوع؟ جواب اتحرق كله جوه ظرف ما حصلوش حاجه، فين المعجزه؟ فين الغريب في الموضوع؟ مش فاهمك. طب خلاص اوكي، انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقرا الطروف يا معلم واكيد هتفهم حاجه يعني، ما تقفرش. اوه ده الدكتور بتاعي عايزنا ابعت له المعلومات والصور اللي انا جمعتها عشان احطها في الفايل بتاعي وبسرعه جدا. وبسرعه ليه؟ ده انت استحاله تقدر تجمع المطلوب منك. انا هضغط على نفسي اليومين دول. واضح ان احنا دخلنا في مرحله الجد. يا كبير يا كبير. ايه؟ شكي طلع في محله. توماس بيشتغل مع المخابرات الامريكاني. مخابرات الامريكاني؟ عرفت منين؟ سمعت بوداني وهو بيقول ان الجواب ده جاله من السي اي اي، والسي اي اي دي ترجمتها المخابرات الامريكاني. انت متاكده يا بنت ان هي دي الترجمه الحرفيه؟ الا متاكده يا كبير، ده كل الممثلين الامريكان بتوع الاكشن شغالين فيه. يا وقع عم ربربة. وفي حاجه كمان يا كبير. ايه؟ اخوك جوني بيشتغل مع توماس. كيف يعني؟ توماس كان بيقول له لازم نبعت الصور والمعلومات، فجوني قال له مش هنلحق وان الموضوع دخل في الجد. لا 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 يا هدية، لا يمكن جوني ولد امي وابوي يخون بلدي واصل، اكيد في نوع من انواع المسكومينيكيشن. اهدى يا كبير، اكيد المغريات كانت اقوى منه. مغريات ايه؟ وايه اللي كان ناقصه؟ فلوسه معاه، صحه وعنده. بالاكبر ولسه جايب الليتست، اخر برد لسه جايبه. ناقصك ايه تاني يا جوني عشان تخون بلدك؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا كبير، احنا لازم نبلغه محسن بيه. هتعمل ايه يا كبير؟ اكلم محسن بيه. لا ما تكلمهوش من هنا، لا يكونوا زارعين ميكروفونات ولا حاجه. كلمه من تحت يا كبير. بقول لك ايه يا كبير، وانت نازل تكلم الدليفري بقول له يجيب لنا ملك تشيك. ايوه يا كبير. ايوه يا محسن بيه، الواد طلع بيكلم السي اي اي. السي اي اي دول عاوزين يجيب لهم كل التصاوير والمعلومات في اسرع وقت. انت متاكد يا كبير من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الا متاكد. بقول ايه، انا بقول ادخل عليه انا وثلاث اربع رجاله صحتهم مليحه، ننتعوه الالقى تمام وانفخولك وعلقهولك، وانت تاجي تاخد على الجاهز يخرر لك بكل حاجه. تنفخ مين وتعلق مين يا مجنون انت؟ انا قلت يعني ارد جزء من جميل مصر عليه واحط البصمه بتاعتي. لا ما تتصرفش من دماغك، احنا لسه بنعمل تحرياتنا وبعدين رجالتنا كلها حواليك. ما تقلقش يا كبير، احنا في ظهرك. طيب سؤال، يعني هي كلمه السر لساتها زي ما هي ولا تغيرت؟ ايوه لسه زي ما هي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. سلام عليكم. سلام عليكم يا غالي يا ابن الغالي. سلام. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. فزاع. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ايه النور ده؟ يسعد مساك يا كبير. يسعد مساك يا دي فزاع. يقطعني. يسعد مساك يا فزاع باشا. نشتي ما عاوزت جنابك مني يا حاجه، امرني يا كبير. الامر لله وحده. انت ما عرفتش قد ايه كبرت في نظري. ربنا يخليك. ابقى سلم لي على محسن بيه. محسن بيه مين؟ فزاع. اللعبه كلها معموله على يدي انا كبير. سركم كبير ما تخافش. شغليه ولا يلا 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 عشان ما نسروش الشكوك. روح كمل دور الغفير اللي عم تلعبه معايا بقالك سنين. والله اقنعتني. يلا يلا. طيب. فزاع. ايه امر جنابك. نفسي اصل ايه حسب.
قفص الأمانة في رقبتك يا فزاع. عمار يا مصر. طيب روح أدور، روح أدور، أروح أدور على نفسي. طمني، إيه الأخبار؟ مالك يا كبير؟ أنت بتبكي؟ دموع الفرحة. طب فرحني معاك. فزاع. ماله؟ طلع ضابط في المخابرات المصرية. فزاع؟ زي ما بقول لك كده. وأنا في الجنينة بكلم محسن بيه في التليفون، قال لي ما تخافش يا كبير، رجالتنا حواليك في كل حتة. وأول ما قفلت معاه المكالمة لقيت فزاع بيقول لي كلمة السر. بتتكلم جد يا كبير؟ وأنا اللي كنت بهزك فيه وأطخ كل كف والتاني بأيدي اللي عايز أقطع هدي. قلت لك إيه؟ نقيب ولا رائد؟ ممكن ما يطلعش اسمه فزاع من أساسه، ممكن يبقى مدحت ولا رؤوف. ما أنا قلت لك يا كبير الموضوع مش سهل، وراه إنه وها الحكومة عارفة كل حاجة ومرشقة رجالتها في كل حتة في البلد. اسمع يا هدي، ما عاوزكيش تلتي وتعجني في الموضوع ده مع أي أحد. تعاملي مع فزاع كأنه غفير عادي عندنا. الموضوع المرة دي كبير، مالها أعصابي. طب ريح يا كبير ريح. أنا أروح أغير خلقاتي وأخذ شاور وأكوى على أيوة كنبة. بنجسس شوية. مهملين المذاكرة وقاعدين عم تتجسسوا؟ قوم يا انت هو بدل ما بلغ عنيكم. يا هو الواحد ما بيقدرش يجسس شوية في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هدلالك يا ري يا ابن الجاسوسة.
جمعة يا جمعة، انت فين يا جمعة؟ فاطمة انا هنا. تعال يا بنت، هتلخبطي لي خلقك يا بنت. انا عميت يا جمعة، انا من يوم عرفتك وانت عمي. بس خلاص هعمل لك العملية وحتفتح يا بنت، ومصر هي اللي حتتكفل بكل التكاليف. لا انت بتضحك علي كمني عمي. ايه جو الشحات الرخيص ده؟ ايه كمان يا عمي، اعمل لك العملية بحسب ده، هو اللي قال لك ده. حتى بالأمارة كان معدك ديها على بتنادي وراجعك ديها على سكت بورده. يعني صح الصح هعمل العملية واشوفك. هتتنيلي تشوفيني، هتتنيلي تشوفيني. بس لا قدر الله لو نظرك يعني رجع ضعيف شوي، هعمل لك الليزك. ربنا يخليك لي يا جمعة. جمعة فاطمة ليزك جاسوس 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 جاسوس. يا انا ما جاسوسش، انا ما جمعاش، انا ما جمعاش. بتحب مصر قد ايه؟ قد ما انت بتحب اسرائيل. امال بتتعاون معانا ليه؟ عشان انت قلتولي ان ده فيه مصلحه لمصر. المنجايه فيها كام بذره؟ فيها بذرايه واحده وقد كده هي هتير. انت تقصد الطماطم؟ اوكي سوري. الطماطمايه فيها كام بذره؟ هات لي حبايه وانا اعدهم لك، مش هتسلك معاي. اوكي. ايه قيمه الحيره؟ ان يحطوك في اوضه مدوره ويقول لك فك زنقتك في الركنه. وايه قيمه العجب؟ انك تلقى الركنه وتلقى حد تاني بيفك زنقته فيه. نمله، خرتيت، حمار محبوسين جوه اوضه، والمفتاح من بره يطلعوا ازاي؟ الخرتيت يكسر الباب. غلط، النمله تطلع من تحت عاب الباب تفتح لهم من بره. ما هو ده كان راي الحمار. كبير مبروك علينا انت. من المخابرات المصرية إلى أعزائنا في المخابرات الإسرائيلية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الخمس سنوات الماضية، وما نجلكوش في حاجة وحشة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. أخونا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا كبير يا كبير، سنينك. أنا قمت من النوم عشان أشرب، نزلت تحت لقيت الواد توماس قاعد على الكمبيوتر بيربطن مع واحد خواجة بالإنجليزي. وقعتك مربربة. We are very proud of your work. Thanks, Doc. It would be nothing without your help. Don't say that. Are you done with your assignment? Not yet, but I finished all the photography we need. Remember, Tom, you have to finish and send me all the stuff by the end of this week. Sure, Doc. I won't sleep today without finishing the grave. Great. God bless you. I am sure you're gonna get an A with your project. Whoa, 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 whoa. قفشتك قفشتك يا خاين، عم تتجسس قدح عين عينك في الفسحية يا بجاحتك. في ايه كبير؟ بس في ايه؟ توم واتس هابنينج؟ ومين بسلامته؟ الخواجة صروف ولا سوسو ليفي؟ مين دول؟ ده الدكتور بتاعي. دكتور؟ لا مؤاخذة يا دكتور، لا مؤاخذة لو دخلت عليكم في وسط الكشف. وانت يا حبيبي بتعاني من ايه؟ الضغط علي عنديك ولا جالك حمو النيل؟ توماس are you okay؟ توم قول للراجل ده يخرس ويتسمر مكانه، ولو اتحرك حركة حفضي البندقة دي في صدرك. ايه يا كبير، هو الموضوع بجد ولا ايه؟ وانا من ميتة بهزر معاك، قول له. حاضر دكتور هارفرد، بليز don't go away. He'll kill me if you do so. Who's this man? And what is this all about? I don't know. بيقول تطر تقول انت هو. انا قلت له يعني يقعد زي ما انت قلت لي بالظبط. بس كبير، هو انا عملت حاجه غلط؟ يعني ما اعرفش عملت ايه يا خاين. خاين؟ خاين ايه؟ والله ما عملت حاجه. اخرس بنتي هديه. ايه؟ شوفي فزاع باشا فين، وهات التليفون عشان اكلم محسن بيه يمسكهم هم متلبسين.
حاضر يا كبير. مين محسن ده؟ محسن ايه؟ محسن باشا، محسن بيه، محسن ده سيدك. طب حاضر، ما تزعلش نفسك. مين سيدي محسن بيه ده؟ هتعرف، وحياتك عندي هتعرف. قوم يا فزع. كلمت الواد فزع بيت؟ فزع باشا؟ كلمت، موبايله مقفول، تلقاه في مأمورية ولا حاجة. ربنا يوفقه ويحميه. طب أنا مش عايز أعرف أنا عملت إيه، أنا عايز بق مية، هموت من العطس. حاضر يا أسير، هنكرمك ونشربك مي، وهو ده الفرق بيناتنا وبيناتكم يا ولاد العم. ها يا ولاد العم، إحنا مين وإنتوا مين يا كبير؟ توماس، it's way too much. I don't care what's happening with this crazy man. اقعد برطم يا خواتي، اقعد برطم، ما انت دقيقتين وحياتي ياخذك الانتربول. I have to go. I have a meeting now. No. Doc, please. عايز يمشي على فكرة. قول له يستنى 10 hours، خمس دقائق يعني ولا حاجة. اوكي. Doc, please. 5 more minutes. Please. باعك، ها؟ باعك السنتي. مع الخيانة في دمكم. جينات، هي بتبقى جينات. منكم لله. جبت رجل أخويا جوني لهبل معاكم، خليتوه يخون بلده. جوني؟ جوني ماله مال الموضوع ده أصلاً؟ اعملهم علي يا أخوي، اعملهم. وعيت تكون فاكر إن حركات الجواسيس دي عتخيل علي. لا، ده أنا خابرك من أول يوم شفتك فيه وما ارتاحش غير لما لف حبل المشنقة حول رقبتك. يا كبير أنا مش فاهم منك ولا كلمة. أبوس إيدك بقى، أكلم سيدي محسن بيه ده، خلينا نخلص. ارمي السلاح اللي في إيدك ده بسرعة. الله يخرب بيتك، ايه اللي انت بتحببه ده؟ بخاف مش محسن بيه، وانا تخوى لايدي حركات بس. قلت لك ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. وبعدين ايه اللي انت ماسكاه ده يا مدام؟ مقروطه؟ لا، ده مسدس حريمي عليه نكشه التنين. انا وبلا فخر قبضت لك عليه متلبس، هو وراس الافعى، هتلقاه هنا في الويب كام. فكوا يا نديم، انت متنح ليه يا نديم؟ بقول لك فكوا، مش عايزين مشاكل. ربنا ما يجيبش مشاكل يا باشا، ما خلاص التعلب وهوقع. طب ما تاخدوه كده ليزوغ. متشكر جدا يا فندم، انا كنت هموت. المهم انك كويس تقريبا. انا بعتذر لك بالنيابه عن المخابرات المصريه. كيف يا محسن بيه تعتذر له؟ ده مذنب ويستحق الجزاء. ايه ده، ومحسن بيه طلع معاهم ولا ايه؟ بس يا تصرفت من دماغك يا كبير، ودي غلطه. كنت ممكن تموت الراجل ده وتودينا كلنا في داهيه. انا قلت لك قبل كده الراجل ده طلع نظيف وما عليهوش اي حاجه، وجيت هنا عشان الحاج. نضيف ايه؟ ده بيعمل ابحاث على السي اي اي. سي اف اي. سي اف اي. شايف البجاحة؟ شايف؟ والله انت ليك طلة وكاريزما، هعترف. ها طلة ايه ونيلة ايه؟ بيقول لك سي ايه؟ سي اف اي. سي اف اي دي ايه دي؟ دبلومة في المحاسبة. طلعت دبلومة. طيب بما تفسر الصور اللي كنت بتصورها، بتصور الناس في اوضاع مريبه ويصور اماكن غريبه. اماكن غريبه ايه ومريبه ايه؟ الحاجات دي كلها استعملتها في البحث، والبحث ده كان لازم اسلمه عشان اخد الشهاده. طيب يعني بتذاكر؟ يعني ما تقول لي، قول لي انا بذاكر. كنت اعمل لك بايديا دول سندوتشين حلاوه، ولا خلي البنت هديه تعمل لك شاي بربري. انا قلت لك يا كبير، قلت لك ان انا بعمل بحث على علاقه راس المال بين المؤسسه والفرد. خلاص يا جماعه، خلاص، انتوا اهل وعايشين في بيت واحد. يا كبير أمرني. انت لازم تعتذر للاخ توماس، ودلوقتي تعتذر لتوماس وهو يقبل اعتذارك. الراجل ده لو راح السفاره هيبقى فيه مشاكل كبيره قوي، وهيبقى موقفك كمان وحش. ولازم دلوقتي يا ليب، عشان خاطري. اذا كان ولا بد يعني ما. اسف. خلاص اعتذرت. بس انت بهدلتني قوي يا كبير. ما خلاص يا دي، انت هتسوق فيها. انت مش زعلان يا توماس؟ يا فندم مش زعلان. مش زعلان. وانت يا كبير تاني مرة ما تتصرفش من دماغك. وانا عملت كده ليه؟ ما النية ايه؟ قلبي وكلني على البلد. انا عارف يا كبير، ودلوقتي فوتوكوا بعافية. وحد يقول للراجل ده يصحى ويقوم يروح. يروح يروح. السلام عليكم محسن بيه. اموري الجماعه.
في حاجة؟ لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن ناخد صورة مع حضرتك؟ لا لا أنا ما بتصورش. أمانة أمانة حن عليك، ناخد صورة واحدة للفيسبوك. أنا مش ممكن أظهر على الفيسبوك. ليه ده إحنا ليمتد بروفايل، ما حد حيشوف حاجة يعني، إحنا بس والدوار. حن عليك. تمام مفيش مشكلة. امسك امسك يا امسك يا توماس امسك. خد الموبايل ده صورة، شيل الزبالة بتاعتك دي، شيل. سلام. معلش يا أستاذ نادين، ها؟ حنصور الصورة دي وبعدين أنتوا تصوروا معانا. أنا هنتصور فين؟ تعالى يا أستاذ. ضموا بعض شوي. امسك يا بنت.